صباح الخير يا سمير بيه. صباح النور، الأستاذ فين؟ نايم ولا صح؟ هو كان نام لما يصحى. ده ما نامش امبارح طول الليل. يعني هو فين؟ في أوضة النوم. تابعه. مبروك يا أستاذ. مبروك على إيه؟ أنت ما قريتش جرايد النهاردة ولا إيه؟ رشحوك لجايزة الدولة في الرواية. ده خبر كويس. خبر كويس؟ ده خبر كويس جدا جدا جدا. أنت عارف أول حاجة هعملها إيه لما تاخد الجايزة؟ هطبع طبعة جديدة من كل رواياتك القديمة، وبدل ما نطبع زي كل مرة 10,000 نسخة هطبع لي 15، لا لا 15 ايه 18,000. وطبعا تمن النسخة هيزيد، وانت كمان اجرك في السينما لازم يزيد يا استاذ. دي جايزة الدولة مش لعبة. انت مش باين عليك مبسوط، بقول لك الارقام هتعلى. انت عارف ان انا طول عمري لا بحب الارقام ولا بهتم بيها. الارقام يا استاذ يعني الفلوس، الارقام هي معيار النجاح. اللي شاغلني دلوقتي هو موضوع الرواية الجديدة. إيه الجديد اللي ممكن يتقال في الحب؟ محمود، أنت لازم تغير المكان، لازم تريح أعصابك. اسمع، أنا هحجز لك النهاردة في اسكندرية، وأكيد على البحر هتلاقي اللي أنت بتدور عليه. في حاجة يا عبدو؟ واحدة ست مستنية حضرتك في الصالون. ما قالتش مين؟ ما رضتش تقول. يعني هتكون مين؟ ضروري واحدة صحفية جاية تعمل سابق صحفي عن ترشيحك للجايزة. طيب أقدم لها حاجة ولا إيه؟ حاضر. صباح الخير. صباح الخير يا محمود. مبروك يا محمود. ما تتصورش انا فرحت قد ايه لما عرفت الخبر. يمكن هو ده اللي شجعني ان اجيلك. ده لسه مجرد خبر. ازيك يا محمود؟ حضرتك شربتي حاجه؟ ايوه ميرسي. في خدمه اقدر اقدمها لك؟ كنت فاكرة هتسألني عايشة ازاي؟ عاملة ايه؟ شيك قوي الفستان. أنا عارفة إنك لسه مش قادر تفهم اللي حصل. أرجوكي، أنا سبق قلت لك في التليفون مش عايز أتكلم في الموضوع ده تاني. ده شيء انتهى. حتى لو كان انتهى بالنسبة لك فما انتهاش بالنسبة لي أنا. تبقى مشكلتك لوحدك. أنا آسف يا مدام ميرفت، أنا مضطر أسافر بعد ربع ساعة، عندي شغل مهم. حرام عليك يا محمود، لازم تسمعني. أنا سمعت ما فيه الكفاية.
الله يسلمك. الاوضه جاهزه. شكرا. يا ترى هتكتب لنا روايه جديده؟ الحقيقه لسه بدور عليها، قلت يمكن الاقيها عندكم هنا في البحر. ده يبقى من حسن حظنا. وصل البيل اوضه 35. حرام عليك يا محمود، لازم تسمعني. بهرب للمكان ده لما بحب اكون لوحدي. مش حضرتك الاستاذ محمود صفوت؟ انا يا فندم. انا اسفه، يظهر حضرتك بتكتب روايه جديده. الحقيقه لسه بدور على فكره الروايه. ده واسيبك، تفكر في روايتك. تصبح على خير. تصبح على خير. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمود. انا اسف مره تانيه اكون لقيت حضرتك امبارح. لا ابدا. يا ترى لقيت الفكره اللي كنت بتدور عليها؟ الحقيقه في موضوع عايش جوايا من زمان، لكن انا متردد في كتابته. متردد ليه؟ يمكن عشان تجربه شخصيه وابطالها عايشين معانا. التجارب الشخصيه تجارب انسانيه، خصوصا لما تكون للكاتب نفسه، وخسارة يحرم قراءه منها. حتى لو كان خايف يظلم حد؟ مفيش خوف، خصوصا لما يعرض التجربة بصدق. عندك مثلا جان جاك روسو في اعترافاته، أو أندري جيت في يومياته. يعني أنت بكلامك ده بتشجعيني فعلا إني أكتبها، بس خايف إني أظلم البطلة أو أتجن عليها. غريب، مع انك دايما بتتعاطف مع بطلاتك ومعودنا على النهايه السعيده. انا مستعد اكتب الروايه دي، بس بشرط. ايه هو؟ انك تكوني اول واحده تقراها قبل ما انشرها في كتاب، عشان اعرف رايك. بس رايي بالنسبه لك هيكون رايي متواضع. بالعكس، انت هتكوني صاحبه الفضل عليا في كتابه الروايه دي. ده شيء يسعدني. عن اذنك. بس انا ما عرفتش اشوف حضرتك تاني امتى. مش لما تخلص كتابة الرواية؟ بس دي هتاخد وقت كتير. المهم انك تبدأ. عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، لماذا أعود الآن لكتابة قصة حب؟ هل للحب رواية أخيرة؟ وهل بقي لإنسان هذا العصر وقت يضيعه في قراءة قصة حب رغم قسوة ظروفه الاقتصادية وأخبار الحروب من حوله
والصراعات وجريه اللاهث وراء لقمة العيش وفرص الحياة النادرة وطغيان الآلة والاختناقات. ويأتي السؤال، هل للحب وجود؟ هل يحتاج الإنسان إلى صدر حنون يلقي عليه رأسه بعد عناء يوم طويل مليء بالمشاكل والهموم وكثرة تبديل الأقنعة على الوجوه، ينشد الحنان والدفء والحب؟ ولأن الإجابة نعم، ولأن الحب موجود ما دام للإنسان وجود، فإنني أكتب هذه القصة. بقول يا ترى إيه اللي تم في قصتي؟ ولا حاجة. أنت عارف الأسبقية دايما لقصص كبار الكتاب. يعني على العموم احنا ناويين نخصص عدد لنشر قصص الأدباء الشبان، وعندي أمل كبير جدا إن قصتك تتنشر إن شاء الله. حضرتك قريتها وعجبتني جدا، ده فيها موضوع جديد. بس انت عارف بقى يعني ان نشر قصة لكاتب جديد في جورنال كبير شيء مش سهل. عارف طبعا، لكن انا مش هيأس. برافو عليك، هو ده اللي انا عايزه منك، اوعى تيأس. سكرتير التحرير عجبته الرواية وحينشرها في العدد اللي جاي. ده خبر حلو. الحمد لله. سألت عن قصة البوتاجاز؟ رحت لقيتهم قافلين. طبعا ده موضوع ما يهمكش انت، ما تفكرش غير في الندوات والروايات وسكرتير التحرير. لا، انت نسيتي اهم حاجة. ايه هي؟ انت اتكلم جد شوية. انا بتكلم جد، وحياتك انت احلى حاجة في حياتي محمود. انا بحس اني بفكر في مستقبلنا لوحدي، وده بيديني احساس مش حلو. ما تقوليش كده، وانت لما تبقي حرم الكاتب الكبير محمود صفوت، مش هو ده المستقبل؟ ايوه، بس ازاي هبقى حرم محمود صفوت بالطريقه دي؟ انت مش واثقه اني هبقى كاتب كبير؟ انا واثقه وعندي امل كبير، لكن ده امتى هيحصل؟ لما يبقى عندنا 50 سنه. ايه 50 سنه؟ بدل ما تساعديني وتشجعيني عايزه تحطميني. بالعكس، انا بحلم اننا نكون سوا في بيت صغير في ابسط الحاجات، ومكتب صغير ليك، ساعتها هتلاقيني جنبك بساعدك وانت بتكتب. انا بقولش عايزه لا فيلا ولا عربيه. حبيبتي شويه صبر وان شاء الله احلامك كلها هتتحقق. النهارده كان في اعلان في الاخبار طالبين مدرسين في الكويت، ايه رايك؟ مش ممكن اسافر واسيب احلامي وامالي واشتغل في مهنه مش مهنتي؟ انا ما اتخلقتش عشان اقول واعلم وادرس، معرفش، انا اتخلقت عشان امسك القلم وانقل اللي جوايا على الورق. انا بقول سنه تحوش فيها اللي محتاجين له، وبعدين ارجع لاحلامك وامالك. ميرفت، انا مستقبلي هنا في الكتابه، وكل اللي مطلوب منك شويه صبر. انت حر. زعلانة ليه؟ النهارده واحد في الشهر وصاحب البيت بعت لي 3 مرات. انا عارفة الناس اتصرعت كده ليه؟ طب وما قلتلوش يستناني ليه؟ ما انا خفت يا بنتي لما تقوليش قبضت النهارده. معلش، ادي 25 جنيه، اصلي دخلت جمعية ب3 جنيه. كبدي عليك يا بنتي، شلت الهم من بدري. ولا يهمك يا ماما، بكره تتعدي. اما اخش اشوف بابا. طيب يا حبيبي. وحشتيني يا احلى بابا في الدنيا. اهلا يا حبيبتي. الفيتامينات اللي قال عليها الدكتور يا بنتي وفرت فلوسك، مفيش فايده. ما تقولش كده، طب ده انت هتخف وتبقى زي الحصان. انا مش مضايقني المرض، انا زعلان علشانك انت. انت مش كان نفسك في ولد؟ انا بقى الولد. انت احلى بنوته في الدنيا، وزي محمود زي ما هو
لسه بيحلم ويفكر في الروايات والندوات. اما تشوفيه يا بنتي ابقى قولي له ان انا عايزه. معلش يا محمود، هي معذوره، لو ما كانتش بتحبك ما كانتش قالت لك كده. وانا اعمل ايه؟ طب روق انت بس، روق انت عشان تعرف تفكر وتكتب. واول يا عم ما تخلص 10 قصص هطبع لك كتاب جديد. لا 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 يا عم سمير، كفايه الكتاب الاولاني اللي لسه ملاقح زي القتيل. مش عايزك تفلس وتقفل المطبعه. يا سيدي بكره الناس هتعرف قيمتك ويبقى اسمك زي الطبل، وساعتها مش هنلاحق على طبع كتبك. المهم دلوقتي اسمح تفكر لنا هنتغدى ايه، وبعدين تبقى تروح تصالحها. لا معلش انا النهارده مش فاضي، هحضر ندوة نجيب محفوظ. انا بس نفسي اطمن على نفسي. وبعدين النهارده يا بابا بلاش تشاؤم ده. دي الحقيقه يا كده؟ تبارك الاوضه وخليها. لو كنت خلفت ولد ما كانش هو الرجال اللي زيها. ما وصيتش عليها يا ميرفت، اغلى حاجه عندك في الدنيا. انت كمان ما تقدرش تصور غالي عندك. انتوا ناويين تكتبوا امتى باذن الله؟ ربنا يسهل يا عم. شوف يا محمود يا عم، انا شايف انكم مش هتقدروا تسدوا حياتكم، والجواز عايز مصاريف، واديك شايف حد. ايه رايك انك تسافر فتره لاي بلد عربي تكون لك قرشين تبتدوا بيه حياتك؟ تقصدي تحرجيني ليه؟ كلام عام عن السفر ده وجهه نظرك انت. فيها ايه؟ ده حرص منه عشان حبنا يستمر ونقدر نبتدي حياتنا. انا مش فاهم ايه علاقه السفر بان حبنا يستمر. تسمح تقول يا محمود، من غير فلوس هنبتدي حياتنا ازاي؟ هنعيش ازاي؟ هنلاقي شقه منين؟ يظهر المحاسبه والشغل في البنوك، خلوا الحب من وجهه نظرك بقى مرتبط بالفلوس. بمفهومك ده يبقى دراستك للادب والشعر ومعاشرتك طول النهار للكتب والروايات خلوا تفكيرك خيالي ملوش دعوه بالواقع. محمود انا خايفه على حبنا والظروف اللي احنا فيها. الحب عشان يعيش محتاج لاحساس وتضحيه وعطاء. الحب ملوش دعوه ولا بظروف اجتماعيه ولا اقتصاديه. عن اذنك. اوف عيشه تقصر العمر. ليه؟ مشوار البنك بيكلفني كل يوم 54 قرش، 4 صحه المواصلات رايح جاي، و50 قرش ثمن الشراب. خلاص الشراب ما بيستحملش لبسه في الاتوبيس. المال هتكفي ايه ولا ايه؟ ايه؟ مال؟ اتخانقنا تاني. اتخانقتوا؟ امال لما تتجوزوا وتشوفوا مشاكل حياة على اصولها هتعملوا ايه؟ قولي لي يا ميرفت، انت بتحبيه؟ قوي يا منير. محمود راجل رقيق حنين وابن حلال، وانا مش عايزه اخسره. حسن بيه بيقول لي خلصت زنات التحويل؟ انا رايحه له دلوقتي. خلصت الوزارات؟ ايوه يا فندم جاهزه. صباح الخير يا رياض بيه. صباح النور يا نسمة. اتفضل استريح. لو سمحت يا نسمة جد، ليه تحويل جاي من المغرب؟ يا ترى وصل ولا لسه؟ حاب اشوفه لحضرتك. شكرا. مرمت، انا عندي ليكي خبر كويس قوي. خير يا فندم؟ انا رشحتك لقسم الكمبيوتر. متشكره قوي يا فندم. أنا ما عملتش كده إلا لكفاءتك ودفانيكي في العمل. متشكرة أوي، أي خدمة؟ لا، اتفضل. أنت ما بتاكلش ليه؟ ما فيش نفس. لو أعرف بس أنت بتفكر في إيه؟ في المشكلة الأزلية، مشكلة الفلوس. مالها بقى الفلوس دلوقتي؟ النهارده عيد ميلاد مابت، مش هقدر اشوفها. ليه؟ كان مفروض اقدم لها هديه بسيطه افسحها اخرجها، والنهارده 28. خلاص تبقى امها هي اللي غلطانه، ما كانتش قادره تستنى من اول الشهر اللي بتولدها. اكيد خلفوها شغل. بذمتك ده وقت هزار. ولا يهمك يا ابو حنيفه، انا هدبر لك قرشين باي طريقه. تسمح تاكل بقى؟ كنت اكل.
تعبي ومشاكل انتهت. أنا كمان سعيدة، بس لو وفرنا الفلوس وسهرنا في البيت مش كان أحسن؟ بطلي بخل بقى. ده مش بخل، بس اللي هندفعه هنا كان نفعنا في حاجة للبيت. دي ليلة واحدة سهرناها، خلينا نعيشها. الحل الوحيد ان احسب لكم الشقة. وتروح فين؟ مالكش دعوة يا اخي، اي حتة. يعني هتنام في الشارع مثلا؟ وبعدين لا انا ولا ميرفت نقبل حل بالشكل ده. طب ما تحاول بشقق الاسكان. يا راجل ده بيعملوا شقق مخصوص تمليك للناس اللي عندها فلوس، زي حكاية السيارة الشعبية مو 2000 جنيه. طب بقول لك يا محمود، الجزار اللي جنب المطبعة راجل صاحبي وبيعزني قوي، وانا سامع انه بيبني عمارة، اكيد لو كلمناه هيكرمنا في شقة. وهنا بقى الانطريق، وفي الوش كده اوضة النوم، والناحية ديكة محل الادب. طيب وبعدين ايه المطلوب يا معلم؟ مفيش، هي شوية حاجات بسيطة كده ومبروك عليكم. مش بقولك المعلم حبيبي. حاجات زي ايه يعني؟ الخليو والمقدم واللازم منه. معلم الخليو والمقدم عارفينهم، انما اللازم منه ده يبقى ايه يا معلم؟ الضمان ومصاريف التشطيب. ضمان؟ هو الخليو المطلوب قد ايه يا معلم؟ تلاتة. 300 جنيه يعني؟ اتباك واستمير. هما لو ما كانش يعرفني كان عمل ايه؟ وما يعملش كده ليه؟ مادام في ناس بتدفع. شوفوا بقى، مفيش حل غير ان هبيع المطبعه وبتمنها هدفعوا الخلاوي. ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يعني عشان نحل مشكلتنا احنا نحطك انت في مشكله؟ حاسب يا اسطى. ده في النص وحده ابوه، دي حريم ماتت يا اسطى. ثانية واحدة. شفت بعدنا عن بعض ازاي؟ غصب عننا. انت ليه معارض اني اسافر؟ انت ازاي تتصوري اني هقبل تسافر لوحدك وتعيشي بغربة؟ ما هو لو انت سافرت هتبعد عن فنك وطموحك وده خسارة، لكن لو انا سافرت مش هخسر حاجة، بالعكس دي ترقية بالنسبة لي. يعني لازم حد فينا يسافر. انا شايف ان ده الحل الوحيد. خلاص انا هسافر. هتوحشني. انت كمان هتوحشيني. سامحني يا محمود، أنا السبب في سفرك. معلش، عشان مستقبلنا احنا الاثنين. هتوحشني، هتوحشني قوي، عايزة منك جواب كل يوم، كلمتين ليا وقصة قصيرة. أحاول حبيبتي. كفاية بقى حب يا أستاذ، اتأخرت. سمير مش حوصيك على ميرفت. ما تخافش، ميرفت دختي. يلا أشعر به الآن من حرمان، وما أكبر اشتياقي إليك
وأنت بعيدة عني يا حبيبتي. هذه هي الكويت، بلاد جميلة غنية. ونظرة سريعة من خلال السيارة إلى الفترينات التي تزدحم بأجمل الأزياء وأحدث الأجهزة وأثمن المقتنيات، يشعر الجالس داخل السيارة أن أمامه الكثير من الحرمان والاغتراب بعيدا عن حبيبة قلبه، وأن بئر البترول الذي نسمع به ليس وظيفة تنتظر المغترب الذي جاء لتحسين أحواله المالية، فالوظيفة تحتاج إلى بحث طويل ووقت كثير، وحتى الآن لم أهتدي إليها، ولكني ما زلت أحيا بالأمل من أجلك أنت يا حبيبتي، فلم أيأس رغم ما عرفته من أن الوظيفة التي جئت من أجلها إلى هنا قد ألغيت، وأن علي أن أنتظر بضعة شهور حتى تخلو وظيفة أخرى. أنا عارفة هي بس متسددة من كل ناحية كده ليه؟ معلش يا بنتي، شدة وتزول، ما تعرفيش بكرة ربنا هيعمل إيه؟ تصوري أنا ما لاحظتش إنك مخطوبة إلا من يومين اتنين بس. مش معقولة يا فندم. أصله في عريس تقدم لك وطلب مني إني أكلمك. ما أنت عارفاه، رياض بيه صاحب شركة استيراد وتصدير. موقف محرج فعلا. هو بيعتبرني أخ أكبر وبيثق فيا. الحقيقة أنا سعدت جدا بالطلب ده. لكن يستاهل بقى، ما هو بقاله يجي سنة بيشوفك هنا في البنك، ما طلبكيش ليه؟ لكن أنا برضو يا فندم من سنة كنت مخطوبة. ليه؟ وأنت بقالك قد إيه مخطوبة؟ 3 سنين. يا ده كتير قوي. وإيه اللي مأخركم كده؟ ظروف. ظروف؟ ظروف تقعدكم 3 سنين؟ هو خطيبك بيشتغل ايه؟ أمين مكتبة في دار الكتب. عشان كده بقى. اسمعي يا بنتي، الحياة اليومين دول صعب قوي، وعلشان الواحد يتجوز لازم له مصاريف كتير، وحتى بعد ما يتجوز إذا ما كانش قادر بتبقى الحياة صعبة قوي. عندك مثلا بنتي متجوزة واحد بيكسب 200 جنيه في الشهر، لكن برضو تعبانين. كلامك مظبوط يا فندم. شوف يا ميرفت، انا بعتبرك زي بنتي بالظبط، علشان كده احب اقولك ان البنت اللي ما تبصش لمصلحتها تتعب. بس انا ومحمود بنحب بعض قوي. الحب شيء جميل، بس نصيحتي لك يا بنتي انك تفكري بعقلك مش بقلبك، بدل ما تندمي بعدين ويروح شبابك هدر. والنبي كلام الاستاذ حسن هو المظبوط، راجل عارف الدنيا ماشيه ازاي. بتقولي ايه يا ماما؟ بقى انا معقوله افكر اسيب محمود واروح اتجوز واحد عنده فلوس؟ فلوسه بس؟ ده انت بوصفك له اي واحده تتمناه. ومحمود مش وحش، طيب وابن حلال، وانا كمان بحبه، لكن الدنيا النهارده دنيا فلوس يا بنتي، حاجه كلها غلت الا البني ادم. انا نصحتك وانت حره يا حبيبتي. ميرفت. ايوه يا منيره. ايه مالك سرحانه في ايه؟ تصوري المدير كلمني تاني في حكايه رياض بيه. تبقى الحكايه جد بقى. هو فاكرني ايه؟ شقه اللي يدفع اكتر يسكنها؟ وانا بنت عبيط، الراجل عايز مصلحتك. يا ريته كان عايزني انا، غيرش بس انا اللي منحوسه. انت اتجننتي يا منيره؟ انا اللي مجنونه ولا انت؟ بقى واحدة عشان تشتري بوتاجاز تعمل جمعية وترفض عريس عنده 100,000 جنيه؟ مش ده المهم يا منيرة؟ في ايه اهم من ده؟ الحب. حبك لمحمود هينتهي، هيخلص عليه الفقر والعيشة الغم. ما تقوليش كده. ليه؟ هو خطيبك هيعيشك فين؟ في بيت صاحبه ولا في بيتك انت مع اهلك؟ اسمعي يا ميرفت، محمود مهما جاب من البلد اللي راحها عمره ما هيكفي اللي انتوا محتاجينه. قبل ما انسى، انا لميت لك الجمعية، هيبقى فوت عليا بعد الظهر في البيت، اديك عارفه الشارع والبيت اللي تحتيه البقال. على اذنك.
يا منيرة، منيرة. مين؟ واحدة عايزاكي. ميرفت، أهلا. أهلا يا ميرفت. ازاي؟ أسفة لو كنت جيت لك في وقت مش مناسب. لا أبدا، ما أنت مش غريبة. تعالي اقعد في أوضة النوم عشان نبقى على حاجة. اتفضلي. كويس انك عرفت تيجي. مرقة زميلتي في الباب. عبد المنعم جوزي. تصوري اني افتكرت اللي فتح لي الباب جوزك؟ لا، ده شوق اخوه. هو عايش معاكم؟ يا ريت، ده احنا اللي عايشين معاه، هو وامه وابوه واخته وجوزها. انا نازل يا منيره، مش عايزه حاجه؟ لا متشكره. لا مؤاخذه يا هانم، اصل عندي اوفر تايم ما اقدرش اتاخر عليه. عارفه يعني ايه اوفر تايم؟ بيرجع الشغل بعد الظهر تاني. يا ريت، بيروح القهوه كل يوم يلعب طاوله ويرجع اخر الليل ومعاه 40 50 قرش. واه لو يوم رجع خسران تبقى ليله نكد. يعمل ايه؟ لقاها طريقه يسدد بيها الديون بتاعه كل شهر. يا خبر بالقمار. اسمعي يا مرفت، انا وعبد المنعم كنا بنحب بعض، ما كانش بيفوتني ولا دقيقه واحده، ودلوقتي مشاكل حياه خلتني ما اشوفوش خالص. ولما بنقعد مع بعض يا اما سرحان يا اما بنتخانق، واعصابنا احنا الاثنين دايما مشدوده. انا خواتك يا مرفت، معلش، لكن صدقيني لو سبت العريس ده من ايدك هتندمي. الحب بالظروف دي لازم ينتهي. لا يا حبيبتي، الحب هو الذي سيبقى، وسنلتقي من جديد لنعيد لحبنا اللقاء والعناق والدفء، ونحيا معا سعادتنا. أفتقدك يا حبيبتي، أفتقدك يا ملهمتي، وما أكبر احتياجي إليك، ولكن يبقى لي الأمل في اليوم الذي أعود فيه وأراك وأضمك إلى صدري وأعوض ما فاتني من حرمان قبولاتي وأشواقي يا حبيبتي. لكن صدقيني لو سبت العريس ده من إيدك هتندمي. الحب بالظروف دي لازم ينتهي. ده مش عنده فلوس وبس، ده رياض بوصفك له أي بنت تتمناه. محمود ابن حلال وكويس، وأنا كمان بحبه، لكن النهاردة دنيا فلوس، كل حاجة غليت إلا البني آدم. أنا نصحتك يا بنتي وانت حر. الحب شيء جميل، بس نصيحتي لك يا بنتي إنك تفكري بعقلك مش بقلبك، وإلا بعدين هتندمي ويضيع شبابك هدر. أنا آسف جدا يا مرة، ما كنتش عارف إنك مخطوبة. لا معلش، أنا أصلي لما فكرت في الجواز بصراحة ما لقيتش غيرك، حسيت إنك هتكوني الزوجة المناسبة لي. البنات كتير يا رياض بيه، وألف واحدة تتمناك. أنا ما أعرفش ليه عندي أمل برضه. رغم إني مخطوبة؟ أيوه، أنا عارف إن كلامي ده يمكن يضايقك، لكن لازم أقوله لك. جايز لأني عارف إن مخك كبير، لكن تأكدي إن أنا هكون دايما تحت. ماما، بابا ماله يا ماما؟ ربنا معانا يا بنتي. بابا، بابا كلم يا بابا. بابا هدي نفسك يا مرفت، مش كده، تعالي نشوف الدكتور. هنجيب منين المبلغ ده؟ أنا كل اللي معايا 50 جنيه، قضاهم جمعية. أنا هحاول أتصرف، إن شاء الله بيع المطبعة. مش معقول يا سمير، وبعدين العملية لازم تتقفل بسرعة. وما الحب إلا طاعة وتجاوز، وإن أكثروا أوصافه والمعانية، وما هو إلا العين بالعين تلتقي، وإن نوعوا أسبابه
والدواعي، وعند الهوى موصوفه لا صفاته. إذا سألوني ما الهوى قلت ما بي. ليس الأمر كما كنا نتوهم، وسأكون صريحا معك يا حبيبتي، فقد تراكمت علي ديون كثيرة في الفترة التي قضيتها بلا عمل، وعلي الآن أن أبدأ في سدادها، وبعد الانتهاء منها سأحاول جاهدا تدبير المبالغ التي نحتاج إليها وتحقيق الهدف الذي من أجله جئت إلى هنا. ولكن يا حبيبتي لا تغضبي، فالحياة هنا تكلف الكثير وتستهلك الكثير من مرتبي الذي لا يكاد يفي باحتياجاتي، ومع ذلك لن أفقد الأمل. فقط أطلب منك يا حبيبتي الانتظار والصبر لثلاث سنوات. تغيرت الظروف، لا داعي للشقاء والاغتراب. احضر حالا سمير. مش قادر اصدق ازاي ميرفت تعمل كده. يا محمود اللي حصل ده من مصلحتك، انت عمرك ما هتخلص من الفقر اللي انت فيه الا بالموهبه اللي جواك. انا سافرت عشان سبت احلامي ومستقبلي عشان اقدر احافظ عليها. ميرفت ضحيه يا محمود، انت كنت عايزها تعمل ايه؟ فضلت تحبك والظروف بتضغط عليها، قاومت لغايه ما ضعفت، اتجوزت واحد ظروفه كويسه. حكايه مش جديده، كل دقيقة بتنتهي قصة حب بالطريقة دي. لو كانت بتحب كانت قدرت تتحمل. الحب بيدي الإنسان قوة تخليه يقدر يقاوم أي ظروف. طب تعالى ننزل ناكل لقمة. أرجوك يا سمير، أنا محتاج أكون لوحدي. أمرك. وفي النهاية أيها القارئ العزيز، وروايتي في سطورها الأخيرة فأجدني مشفقا عليها. لقد تغيرت نظرتي الآن إلى موقفها، وأراها بريئة تماما، والمسؤولية تقع على الظروف التي واجهتها، فما كانت لتستطيع أن تفعل غير ما فعلت. وأراه حبا ما كان ليستمر في ظل ظروف بهذه القسوة. نعم إنها الظروف، واحكم أنت أيها القارئ، لك أن تدين وأن تبرئ، أما أنا فالآن أشفقت عليها. ولكن فرق كبير، كبير جدا بين الشفقة والحب. وفي النهاية أترك لك أيها القارئ الحكم، ولك أن تدين، ولك أن تبرئ، ولك أن ترحم وتلتمس الأعذار. اديني غرفة 42. سافرت النهاردة الصبح يا فندم. ايوه متأكد، لانها دفعت حسابها. طيب شكرا. خير يا ابو حنفي. اهلا يا سمير. ازيك يا سمير؟ الله يخليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك؟ شكلك طبعا ما عملتش حاجه. على العموم انا اللي غلطان، حكايه اسكندريه دي ما بقتش تنفع ابدا. انا بعد كده هبقى احجز لك في تهيتي، في هونولولو، في مايوركا. الروايه انتهت. بتقول ايه؟ الروايه جوه في الاوضه. محمود الحاجات دي ما فيهاش هزار، انا اعصابي ما بقتش تستحمل. صدقني انا خلصت الروايه. معقول؟ بس كان نفسي انسانه معينه تقراها الاول.
ايه الحكاية؟ انا مش فاهم حاجة. انسانة مرت زي الطيف وفجأة اختفت. هي صاحبة الفضل في الرواية دي. اختفت؟ انت شفتها فين وعرفتها امتى؟ كانت نازلة هنا في فلسطين. تصور اني معرفش عنها اكتر من اسمها الاولاني. لا طب وزعلان قوي كده ليه؟ مادام كانت نازلة هنا نقدر نعرف عنها كل حاجة. الجنس انثى، السن مجهول، الحالة الاجتماعية ليست آنسة وليست متزوجة. يعني ايه؟ يعني أرمال كانت مجوزة واحد ضابط في الجيش. عنوانها يا سيدي 117 شارع الجيزة، وتليفونها 850-244. ألو مدام هالة موجودة؟ مين اللي عايزها يا فندم؟ لا الحقيقة مدام هالة مش موجودة، مش عارفة هترجع امتى. مع السلامة. مين ده يا هان؟ محمود صفوت الكاتب؟ مش معقول. طب وطالبك ليه؟ يظهر انه عايزني ابقى بطلة من بطلات قصصه. انا متأكد ان هي اللي بترد عليا كل مرة. انت هتخبط نفسك ليه؟ ما تنساها يا اخي. مش قادر يا سمير، في حاجة بتشدني للست دي. صدقني دي مجرد اوهام، بلاش تكبر الموضوع. انت يا حبيبي مش ناقص، ايدك بقى على الرواية من فضلك عشان اطبعها. لا مش ممكن، لازم هي تقراها الاول قبل المطبعة. محمود انا مقيد بالتزامات وعندي ارتباطات، من فضلك انا كده انضر. تسمح تديني رواية وانا قاعدك بشرف اني مش هبيع منها نسخة واحدة الا ما هي تقراها الاول. الا دي يا سمير، الرواية دي اصبحت جزء منها. وبعدين معاك يا جدع، انت هجيب الرواية ولا اخش اخدها بالبوليس؟ انت مش قادر تفهمني يا سمير. طب تسمح تقول لي اعمل لك ايه؟ اروح اخطفها لك واجيبها لك لحد هنا؟ ارجوك يا سمير انا مش فايلك. ولا يهمك يا ابو حنفي، انا هخليك تشوف الست دي. ايه مش واثق فيا؟ انا زي ما جبت لك اصلها وفصلها هخليك يا عم تشوفها وتكلمها. شوف بقى يا سيدي التقرير. بتنزل كل يوم من بيتها الساعة 8 الصبح بالثانية. تروح تركب عربيتها. وتتحرك الساعة 28 ثانية بالظبط. 8:30 بالظبط توصل النادي. الغريبة ان الساعة 9:15 بالثانية تلاقي الجرسون جايب لها فنجال القهوة. تفضل هي تقرا في الكتاب اللي معاها لحد الساعة 11. عرفت بقى سعادتك الميعاد؟ بكرة الصبح الساعة 11 حضرتك تكون في النادي. مفهوم؟ مش شايفاه. يظهر الحكاية مش مسألة اعجابه بس. قصدك ايه؟ لا يعني من ناحيته. طب انا ماشية. انت لحقتي تقعدي. معلش باي باي. مدام هالة. اهلا يا استاذ محمود. عندي ليكي امانه مش قادره اتصرف فيها. امانه ايه؟ الروايه اللي وعدتيني انك تقريها. اسف، اصل في ظروف خلتني سافرت. تحب نتقابل ازاي عشان اديها لك؟ هبعت لك حد ياخدها. طب بس هتعرفي عنواني ازاي؟ زي ما عرفت نمر تليفوني. مدام هالة أنا آسف جدا يا فندم أكون أزعجتك،
بس ما تتصوريش انا قد ايه مستعجل اسمع رايك في الروايه. يا ترى لحقتي تقريها؟ طبعا حقيقي روايه ممتازه. لا مش مجامله، ما قدرتش اسيبها الا لما كملتها. طيب هل ممكن نقعد مع بعض اسمع رايك بتفصيل اكتر؟ انت مش كل اللي يهمك انك تعرف رايي. انا ممكن اتكلم معك زي ما انت عايز. طب نتقابل ليه؟ مش عارف، انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس اني بدور عليك. اذا كان خيالك خلاك تفتكر كده تبقى غلطان، مش انا الانسان اللي بتحلم بيها، خصوصا بعد ما قريت روايتك. ليه؟ انا وبطلتك او بطلت روايتك في حاجات تمنعنا من الارتباط بيك. ممكن اعرفها؟ انا افضل اني احتفظ بيها. مش يمكن تعمل منها رواية؟ أوعدك إن محدش هيعرفها غيري. خايفة. شفت إزاي إنه مش سهل على الواحد يقول اللي جواه؟ أنا ما عنديش شجاعة الكاتب، وبعدين حياتي ما تهمش حد غيري. ولو قلتلك إن القلق هيقتلني لو ما عرفتهاش. دي الدرجة دي؟ أرجوكي. على العموم أنا مرضاش أحرم قراءك من كاتب بيحبوه، ولو انك مش هتلاقي حاجة جديدة بحياتي. انا قبل ما اتجوز صلاح كنت ولا حاجة. كان ابوه راجل غني عنده مصانع وشركات، وكان بيساعد مجموعة من الطلبة الفقراء. انا كنت واحدة منهم. ولما اتخرجت والده كان كريم جدا معايا وشغلني في الشركة عنده. اي لا مؤاخذة، بابا جوه؟ بابا؟ لازم حضرتك موظفة جديدة في الشركة. أيوة، هو حضرتك تبقى؟ أيوة أيوة موجود، اتفضل. وبسرعة حسينا إن إحنا كنا بندور على بعض، وبسرعة حبني وحبيته لدرجة العبادة، واتفقنا على الجواز. وقف صلاح ضد عيلته، كانت والدته نفسها تجوزوا بنت اختها، لكن صلاح صمم واضطروا انهم يوافقوا. عرفت معنى السعاده مع صلاح. كانت ايامنا زي الحلم الجميل ملها صلاح بالحب. حتى لما كان بيغيب عني في الميدان مده طويله كان بيبعت لي جوابات مع زمايله. ولما بيرجع في اجازته كان بيعوضني عن الايام اللي سابني فيها لوحدي بحبه ورقته. صلاح الحمد لله على السلامة. لحد ما جه يوم مش عارف ليه حسيت بالخوف. ما قلتلك ما تخافيش، عمر الشقي باقي. مش عارفه ليه انا المره دي خايفه عليك قوي يا صلاح. ده شعور طبيعي يا حبيبتي، ما انت كل ما بتموتي فيها اكتر كل ما خوفك عليا بيزيد. خلي بالك من نفسك يا صلاح. اطمني، انا مش مستعد اديك لقب ارمله. اخس عليك يا صلاح، ليه بتقول كده؟ يعني ساعتها مش هتنسى بالصلح وتفكري في حد تاني وتقولي الحي بقى من ميت؟ مفيش حاجة ممكن تفرق بينا. ولا الموت؟ ولا الموت. بقالي أكتر من 3 سنين مستنية، لكن مرجعش. ده معناه إنه استشهد، بس هو لسه عايش معايا. يعني لما قابلتك في اسكندرية كنت بحتفل لوحدي بعيد جوازنا. شفت يا أستاذ محمود إني مش الإنسان اللي بتدور عليها. بالعكس، أنا خايف أجرح مشاعرك لو قلتلك إني تأكدت دلوقتي إن إنتي ما كنتش قادرة أتخيل إن في واحدة بالوفاء والإخلاص ده. آسف، أحسن أكون ضايقتك.
أزمة. الست دي مفيش فايدة منها. مش هقدر أنساها سمير. لا، اعمل معروف. احناش ناقصين أهات وغرام ودموع وألام. حضرتك لازم تنساها عشان تعرف تفكر وتشتغل. افهمني يا سمير. هالة بالنسبة لي مش إنسانة حبيتها وبس. هالة أصبحت معنى عشت طول عمري أدور عليه في رواياتي. المعنى اللي خلفني فيه كتير. وقالوا إن الشخصية دي ما بقالهاش وجود إلا في كتابات محمود صفوت. أنا لقيتها. لقيت رمز للوفاء عايش بينا وموجود. وتقولي أنساها. إزاي؟ يا عم محدش بيقولك انساها. افتكرها زي ما أنت عايز. بس على الأقل اكتبها. اكتبها. أنا بتكلم في إيه وأنت بتتكلم طيب 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 عم حقك علي حقك علي. اسمع أنا الليلة دي يا عم هسهرك سهرة تنسيك مؤقتا يعني. اسمك صعب قوي سمير. أنا جيت عشان أشكرك. خير. قريت روايتك الجديدة. كنت فاكرة إنك هتكون قاسي عليا فيها وتظلمني. أنا ما رضيتش أقول رأيي. سبته للناس هم اللي يحكموا. بس أنت استعجلت على نهاية الرواية. قصدك إيه؟ قصدي إن البطلة عندها نهاية تانية. هتريح الطرفين وتنهي العذاب اللي هي عايشه فيه. مش فاهم. محمود انا اتطلقت من رياض. ما قدرتش اتحمل اكتر من كده. ده مش هيغير اي شيء. لازم تعرف يا محمود ان انا اتجوزت رياض وانا بحبك. تبقي خنت اتنين في وقت واحد. لكن انت بنفسك اعترفت في روايتك ان الظروف كانت اقوى مني. احب اقول لك يا مدام ميربت أنا دلوقتي عايش رواية بطلتها إنسانة فضلت تحب جوزها حتى بعد موته ومش قادرة تحب غيره مهما كانت الظروف. هالة ازيك يا مدام هالة؟ الله يسلمك. رايحة فين؟ اقعدي.
الأستاذ محمود ما بطلش كلام عنك من ساعة ما قعد وقرر إنه بيقعدوا في النادي. الأستاذ محمود يظهر إنه بيحب يتعب نفسه. كويس، دلوقتي أنا أقدر أقوم أشوف الجمعية فيها إيه. على فكرة أنا ممكن ألاقي حجة وأقوم زيها. أنا عارف إنك مش ممكن تبقي بالقسوة دي. أنا جيت هنا عشان أشوفك. وبعدين معك يا أستاذ محمود، مش كفاية التليفونات اللي بتطلبها وما بتردش؟ غصب عني ببقى نفسي أسمع صوتك. إحنا مش اتفقنا إني واحدة ما يقوس منها؟ أقسم لك إني حاولت أقاوم لكن ما قدرتش. ما تتصوريش أنا بتعذب قد إيه طول ما أنا بفكر فيكي. خلاص يبقى ما تفكرش علشان ما تتعذبش. عدم اهتمامك ده هو اللي بيزود عذابي. وأنا إيه بس اللي أقدر أعمله؟ لازم تعيدي التفكير في حياتك. مش ممكن تفضلي مرتبطة طول حياتك بإنسان ميت، مش كده؟ أنت ناسي إنك في كل رواياتك بتدافع عن الإخلاص والوفاء. أيوه، لكن لما يبقى الإنسان مات يبقى نوع من اليأس. الحب الحقيقي يا أستاذ بيتحدى كل شيء، حتى الموت. ممكن انساك باي تمن من العذاب كنت دفعته لسيدك، لكن مش حاضر. حرام اننا نتعذب عشان معنى انا بقدره وبحترمه، لكن دلوقتي انا محتاج لك وانت محتاجه لي. مهما كان رايك يا هلا مش حاضر امنع قلبي اني احبك. زي كل الستات. ما افتكرش انه من النوع ده. واحد زي محمود بتتمنى ستات كتير، واديكي بتشوفي وبتسمعي بنفسك. هو اللي بيحبك مش قادر يشوف غيرك. حرام عليكي يا هاني. حرام عليكي انتي، عايزاني احس اني خاينه وان كل وعودي مع صلاح وعود كدب. لا ابدا، بس صلاح راح وانتهى وانتي عملتي الواجب واكتر، والمثل بيقول الحي ابقى من الميت. لا مش ممكن، مش ممكن، انا لسه بحب صلاح. تقدري تقولي لي هتفضلي عايشه كده لحد امتى؟ لحد اخر عمري. تبي عبيطه، انا متاكده ان محمود هيقدر بحبه يعوضك عن كل اللي راح منك. مدام هاله موجوده؟ نقول لها مين يا فندم؟ محمود صفوت. أنا آسف إني جيت هنا لكن ما لقيتش غير الحل ده.
لان رحت النادي كتير. فاطمه قالت لي انك بطلت تروحي. ارجوك يا استاذ محمود سيبني في حالي، انا كنت عايشه في هدوء قبل ما تظهر انت في حياتي. انت ما كنتيش عايشه يا هاله، انت كنتي هربانه. هربانه؟ ايوه هربانه من الحياه اللي المفروض انك تعيشيها. عايشه وحيده، الابتسامه ما بتعرفش طريقها لشفايفك، مش مديها الفرصه الانسان بيحبك انه يسعدك. بالعكس انا سعيده جدا، كل ما بحس اني قادره اعيش وفيه لذكرى انسان حبني وحبيته واداني كل شيء في الدنيا ببقى في منتهى السعاده. زي دلوقتي. مالي هلا؟ انا حقيقي بحترم وفائك لصلاح، لكن وفائك ده مش هيرجعه. فرق كبير بين الحياه والموت. لازم تعرفي ان في دلوقتي انسان محتاج لك، حياته ملهاش معنى من غيرك، ما يقدرش يعيش من غيرك. محمود ارجوك كفايه كده. انت بتحبيني يا هاله زي ما بحبك، عينيكي بتقول كده، لكن بتحاولي تخدعي نفسك وتقاومي. لحد امتى هتفضلي تعذبيني وتعذبي نفسك؟ كفايه. لحد امتى؟ ارجوك يا محمود كفايه كفايه وسيبني دلوقتي. مدام هالة سافرت. ايوه سافرت النهارده الصبح بلاد بان. ما تعرفيش سافرت فين بالظبط؟ ما قالتش؟ خير يا ابو حنفي. صباح الخير. ايه مالك مبوز ليه على الصبح؟ سافرت. هي مين؟ هاله طبعا. يا سلام، وده اللي مزعلك قوي؟ لو فيها ايه يا اخي، كلها يومين وترجع تلاقيها راحت اسكندريه ولا وراها مشوار في العزبه ولا اي حاجه. سافرت بره مصر. بره مصر؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بس لو اعرف سافرت فين. مع اني حلفتها انها ما تقولكش،
هربتي ليه؟ ما كانش ممكن اعمل غير كده. مش عايزه اخونه. تخوني مين؟ الراجل اللي اداني كل حاجه. انت ما خنتهوش. حبي ليك خيانه له. صلاح كان بيحبك ومش ممكن يرضى انك تعيشي وحيده. محمود ارجوك تقدر مشاعري، انا بحبك بس مش قادره انساها. انا ما قلتش انسيه، بس انا اللي موجود دلوقتي. عشان كده انا هربت. حسيت لاول مره في حياتي اني ضعيفه قدامك. قلت ايه؟ حسيت لاول مره في حياتي اني ايه ده يا محمود؟ هلا، انا بدور عليك طول عمري. انا بحبك ومش ممكن احسلك بعد ما لقيتك. خلينا نحتفظ بالمعاني الحلوه دي. ما اقدرش، انا انسان والحب دخله أنانية. بتمر عليك لحظات بتحس فيها بالتشاؤم. انت حاسه كده دلوقتي؟ مجرد سؤال. انا عمري ما حسيت بتشاؤم، حتى في الاوقات اللي كنت فيها مرفوض ككاتب كنت متاكد ان في يوم من الايام حاضر حقق الامل اللي بحلم بيه. الظروف اللي مرت بيا كان ممكن تحطمني لو تشاؤم. حقيقي أنا بحبك أوي. طيب ليه سألتيني السؤال ده؟ لأني استكترت على نفسي السعادة اللي أنا عايشة فيها دلوقتي. خفت. يا عمري. هسافر بكره كمان وهستناك في مصر. لو ما كانش المؤتمر له اهميته كنت اعتذرت. لا يا محمود، لازم تبقى هناك.
انت المفروض بتمثل مصر. إلى من أحبها حبا، لو وزع على العالم لم تلأت الدنيا بالحب. المؤتمر السابع للأدباء العرب، يسر المؤتمر أن يهدي جائزته السنوية للأديب المصري محمود صفوت على روايته الأخيرة الحب أمس واليوم، والتي عالج فيها الحب بنظرة جديدة تجمع بين الواقعية والرومانسية. أستاذ محمود، إيه تعليقك بمناسبة هذا التقدير الأدبي الكبير لك؟ أنا طبعاً سعيد جداً وبشكر السيد رئيس المؤتمر وكل الزملاء على هذا التقدير الأدبي الكبير. أستاذ محمود، هل هناك إنسان ما أوحى لك بفكرة هذه القصة؟ أو بمعنى آخر، هل هناك ملهمة لك في هذه الرواية؟ أيوة فعلاً، وأنا بهديها الجائزة دي. الو، ايوه ايوه مين بيتكلم؟ انا صلاح يا حبيبتي. صلاح؟ صلاح مين؟ صلاح جوزك يا حبيبتي، وحشاني وحشاني موت. صلاح، انا مش مصدقه نفسي، انت بتتكلم منين؟ انت عايش؟ انت عايش يا صلاح؟ انت بتتكلم منين؟ من اللي اسمعني يا حبيبتي. اسمعي، هوصل احمد السويس واجيلك. وحشاني وحشاني موت، نفسي اشوفك. استنيني، مش هتاخر عليك. مستنياك، ما تتاخرش. نفسي اشوفك والمسك، نفسي احس انك رجعت لي بحقيقي. مع السلامه. مع السلامه يا صلاح. Thank you.
في ايه؟ الله، ردي عليا. صلاح عايش، كلمني الصبح من الاسماعيليه. انت بتقول ايه؟ انت جرى لك حاجه؟ كان اسير وحصل تبادل مع الاسرى، ده زمانه جاي. مش معقول، انا مش مصدقه نفسي، ده ولا في الافلام. انا دلوقتي المفروض اكون اسعد انسانه في العالم لرجوع صلاح ليا. مش عارفه مالي، مش عارفه. انا عارفه انت بتفكري في ايه، في محمود اللي جاي بكره متصور انه هيتجوزك. انا صحيح حبيت محمود وقدر ينسيني صلاح لفتره كان فيها صلاح ذكرى، دلوقتي الظروف اتغيرت، صلاح رجع وبقى حقيقه. ريتني ما قابلت محمود، ريتني ما شفته، كان زماني دلوقتي حقيقي اسعد انسانه في العالم. ما تفكريش في حاجه دلوقتي، قومي حبيبتي اغسلي وشك. انت بتقولي ان صلاح زمانه جاي، كل شيء هيتحل. هلا صلاح. الحمد لله على السلامة يا صلاح، الحمد لله على السلامة. مش مصدق نفسي، مش معقول. وحشتني وحشتني، أنا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي يا صلاح. وحشتني 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 أوي يا صلاح. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا صلاح. صلاح وحشتيني وحشتيني. انت صحيح هنا يا صلاح، انت صحيح هنا يا صلاح، صحيح جيت. انا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي. انا خايفة لكم بحرم. انا اللي مش مصدق عينيا، ثلاث سنين كل يوم بفكر فيكي واقول فاكراني ولا نسيتني. فاكرك يا صلاح، فاكرك على طول. يا ترى هعيش واقدر اشوفك تاني؟ تعال ارتاح، ارتاح يا صلاح. احكي لي، احكي لي كل اللي حصل. ابدا، بعد ما خلصنا المأمورية النار اتفتحت علينا، اتعورت في رجلي واحمد في كتفه، ومن يومها واحنا في الاسر لا عرفنا نتصل بالصليب الاحمر ولا عرفت اطمنك عليا. وسارة كانت حاجات كتيرة اتغيرت، بس انا اللي زي القطط بسبعة ارواح اللي عشت لغاية دلوقتي عشان اشوفك واتأكد من حبك، وانك هتفضلي مستنياني لغايه دلوقت، والحمد لله اتاكدت. الحمد لله، الحمد لله. تصوري لما وصلت احمد السويس لقينا مراته متجوزه. متجوزه؟ لما عدوا ثلاث سنين وما رجعش افتكرته مات. الجواز ده باطل، لكن هو خلاص هيطلقها، مش ممكن يعيش معاها بعد كده. ايوه بس هي معذوره، هي كانت تعرف منين بس انه ممكن يرجع. ما انا قلت له كده، بس اللي بيحب ما يقدرش يفكر بعقله، مهما كان ما يقدرش يغفر. قومي ما تضيعيش وقت، قومي نسافر اسكندريه. خليك استريح النهارده. لا انا نفسي اسافر، نروح نقعد اسبوع ولا شهر في فلسطين. فاكره خليهم هنا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ محمد. الله يسلمك. سلام عليكم. اسمع سمير، أنا عايز أحلى فرح في الدنيا، ما يهمكش مصاريف. محدش بيرد. ما أنت عارف التليفونات. هلا يا سيدي، مبروك عليكم. لا انا هروح لها بنفسي، وحشاني جدا. يلا بينا. لا لا خليك انت يا سمير، انا مش هتاخر. خليك انت، مش هتاخر عليك. طيب مع السلامه.
الدعاية عن الكتاب تنزل ابتداء من بكرة، أهرام وأخبار، صفحة أخيرة، مفهوم؟ هاي صح. طيب تصور مفيش حد خالص في الشقة. سألت البواب ما عندوش أي فكرة. سايس الجراج بيقول لي العربية ما باتتش خالص امبارح في الجراج. فاكرة معايا سمير ممكن تكون راحت فين؟ ما تكونش جاية. سافرت؟ هتسافر على فين؟ اسكندرية مثلا. تعمل إيه في اسكندرية وهي عارفة إن أنا جاي النهاردة؟ يا سيدي تشم هوا ما فيهاش حاجة دي. جايز. أنا حسيت لك. استنى هنا نعمل ترانك الأول. ترانك إيه؟ أنا أقدر أستنى ترانكات. يا محمود استنى، مش معقول كده. سافر على الفاضي. أيوة. طب بس افهمني افهمني هفهمك يا محمود. مساء الخير. اهلا يا فندم. مدام هاله عبد الرحمن نازله عندنا فندم؟ ايوه. اوضه كام؟ الحقيقه ما عنديش فكره. مفيش حد بالاسم ده. متاكد؟ طبعا. طب اديني اوضه من فضلك. اتفضل. Thank you.
استنيني بس اوعي تنامي، هشحم العربية وارجع لك. من فضلك الأستاذ محمود صفوت. الأستاذ محمود تعب ونقلوه مستشفى المواساة. المريض واخد حقنة ونايم والزيارة ممنوعة. ليه وعنده ايه؟ أزمة قلبية وحالته خطيرة. إذا عدوا الأربعة وعشرين ساعة دول على خير هيبقى كويس. أرجوك يا دكتور لازم أشوف دقيقة واحدة بس ومش هزعجه. بس مش أكتر من كده إذا سمحتي. حاضر. اتفضلي. اتصلت باللوكاندا قالوا لي انه اتنقل المستشفى. محمود تعبان قوي خليك جنبه. انا لازم امشي بس اول ما يفوق خليه يكلمني ارجوك. انا في اللوكاندا. الحمد لله على السلامة. متشكر قوي يا ميرفت. ما تقولش كده، المهم صحتك. أنا عارف إني ظلمتك. بلاش عتاب دلوقتي، أنت كنت معذور. مين عارف يا محمود، يمكن يا ريت. بس في حاجات كتير اتغيرت. هالة طلبت مني اطمنها، عايزه تسمع صوته. ايه رايك؟
الو، من فضلك اوتيل فلسطين. الو، لو سمحت ممكن اكلم مدام هالة؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. ايوه. الو مدام هالة؟ ايوه. ممكن تكلمي الاستاذ محمود؟ ايوه. محمود. انا اسف يا هالة، مش عايز اسبب لك ازعاج تاني، لكن مش قادر امنع نفسي من الكلام. نفسي اسمع صوتك يمكن لاخر مره. ما تقولش كده يا محمود، كلامك ده على عيني. انا ما كنتش خيالي لما حبيتك، لكن في حقيقة واقع أكبر مني ومنك. الإنسان اللي عاش جواكي 3 سنين وحفظتيه في قلبك وكيانك لغاية ما رجع، عشان كده لازم أبعد رغم الألم اللي أنا فيه دلوقتي. أنا حجيلك، أنا هقول لصلاح، انا عايزه اجيلك. اوعي يا هالة، اوعي تعملي كده. احنا ملناش نختار، الحياه اختارت لك بدايه انت كنت عامله حسابها، واختارت لي نهايه انا ما عملتش حسابها. مع كده أنا بتمنى ربنا دايما يسعدك، لأني حبيتك لآخر عمري. لا يا محمود، أنا سبب ليه خليتك تحبيني؟ كان ممكن أهرب أكتر من كده، كان ممكن أبعد. ما تلوميش نفسك على كده، لأن دي أغلى أيام عمري اللي ما بقاش فيها كتير. محمود، محمود، محمود. ويبقى سؤال، هل مات محمود صفوت موتا ماديا حقيقيا أم موتا روحيا ومعنويا؟ بمعنى، هل مات حقيقة أم أن الفكرة التي يحملها هي التي ماتت؟ رحلة النسيان.